قبل ما اسالك السؤال ده، احنا عاملين كده حاجه، البرنامج عندنا بيعمل بيكرم الضيف في صوره تقرير، فاحنا عاوزين هنقدم التقرير نشوف مع حضرتك ونرجع لك تاني كده. وافتكر انا. نعم اتفضل يا كابتن. حسن حمدي بيطلع من ايده ويطلعها قدام. حسن حمدي فخامة الاسم تكفي، يمكن أن تصفه بوزير الدفاع أو تصفه بأسطورة الأهل الإدارية أو الرجل الذي أحدث نقلة نوعية في كل شيء بالنادي أو أصغر مدير كرة أو الرجل الذي يذوب عشقا في الأهلي أو صاحب المبدأ الذي يمكن أن يضحي بأي شيء حفاظا على قيمة واسم النادي الأهلي. حسن حمدي مجرد أن تذكر اسمه ترى التقدير والاحترام في عيون الأهلاوية وغيرهم. حسن حمدي ليس مجرد أسطورة داخل النادي الأهلي، بل هو أسطورة خارجه أيضا. اسأل عنه كل من عملوا معه ستجدهم يبهرونك بكلماتهم وهم يتحدثون بفخر. اسأل عنه جمهور الأهلي ولاعبيه ونجومه وموظفيه وعماله. حسن حمدي نموذج دخل التاريخ من أوسع الأبواب، لعب في صفوفه كمدافع بين عامي 1960 و1970. يمتد تاريخ وزير الدفاع مع قلعة الجزيرة إلى أكثر من 4 عقود متصلة منذ التحاقه بفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962، ثم التدرج لاعبا دوليا موهوبا استحق مع أدائه المميز لقب وزير الدفاع بعد أن انضم لصفوف الفريق الأول موسم 71-72 ولعب مباراته الأولى أمام دمياط، وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي 5-2. وحقق مع الأهلي إنجازات وبطولات لا تنسى، وكانت له بصمته الكبرى في دفاع نادي القرن حتى اعتزاله الكرة. وبعد الاعتزال تولى منصب مدير الكرة وحقق نجاحات مذهلة، ثم عضو بمجلس الإدارة متدرجا في المناصب حتى تولى رئاسة النادي ليحقق إنجازات عريضة. أهلا بك في بيتك، في قناتك التي وضعت أنت أول طوبة في بنائها الشامخ، لتظل شاهدة على بصمتك الكبيرة التي لن تسقط من ذاكرة أبنائه وعشاقه وجماهيره في كل مكان. رحبوا معنا بالأسطورة حسن حمدي.